إكسبريس إف إم القيمة بامتياز. زون ميكست. رجعنا من جديد في زون ميكست نحكي على مقابلة سوبر كوب اليوم بين ترجي واتحاد المنستيري ماتش يبدأ 5:30 إن شاء الله. كنا نحكيو شوية على ترجي نحكيو على اتحاد المنستيري. نحب نجيك نعيمة كيما حكينا على ميركاتو ترجي كيف تشوف ميركاتو الاتحاد؟ الناس كلها حكيت عليه أسامي كبيرة جاو للفريق خاصة دراجي جلاسي حمزة جلاسي نحكي على ماهر بالصغير خالد يحيى معناتها برشا يستناو في الاتحاد المنستيري السنة. ريكروتمونات في حجم الاتحاد الرياضي المنستيري يعني يظهر لي دراجي جوار كونفيرمي خبرة ما فماش فريق يجيه أسامة دراجي ويقول عليه لا أنا ما نتصورش بالعمر بكل شيء باللي كاليتي متاع أسامة دراجي. أسامة دراجي أنا من 20 سنة التالين نعتبره من أحسن ليديس اللي تعديوا في تونس. حمزة جلاسي لعب في سي اس اس وعدى دو سيزون مزيانين برشا وكان معناها في الوسط ان تري 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 بون بيفو. بالنسبه لماهر بالصغير اللي جوار هذا ان شاء الله يكون فيرمي. الناس الكل نعرفوا لي كاليتي نتاع ماهر بالصغير. الناس الكل تقول لي الجوار هذا وقتاش يترشق الجوار هذا وقتاش يعطي ماهر بالصغير اللي نعرفوه خاطر ان تري بون جوار. بون الحاجات الاخرى ما نحبوش نحكيوا عليها ما نحكيوا عليها ديجا ديجا صارت حادثه نعيمه تقريبا منذ يومين ولا ثلاث ايام في لونترينمون معناها تردوا مراد العقبه في لونترينمون معناها لهنا يطرح اكثر من سؤال. الناس الكل تحكي الملاعبي هذا ملاعبي برشا معناها لكن حتى معين الشعباني قبل في تصريحاته قال نحيتو خاطر هو يعرف علاش نحيتو ما عنده من يوصل بالعقليه هذه هذا هو راه ما تنجمش معناها اذا كان انت في الـ في الـ في 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 التربية وفي الأخلاق شو الكرة والكرة بصفة عامة أخلاق وتربية قبل كل شيء. إذا كان أنت ما تبليكيش اللي يقولك عليه مدرب ما تنجمش تكون معناه شو لك باش تكون ميسي لك باش تكون كريستيانو هما كريستيانو رونالدو ميسي يطبقوا تعليمات المدربين نتاعهم. ظهر لي المشكلة في الملاعب هذا معناها المدربين الكل غالطين فيها ما تصورش كان المدربين اي مدرب تعدى عليه يقول لك عنده مشكله نتاع ديسبلين وبرشا تعدوا على ترجي ما لعبش معاهم سورتو ديسبلين تكتيك راه هذا الاشكال هو في ماهر بصغير هذا هو يعني المدرب يقول لازمك تابليكي لا هو يعمل اللي في راسه حتى اصحابه يعني يقول لك يعمل حاجات ساعات يسخر روحه ميسي ولا كريستيانو نو سي با سا صحيح انت تري بون جوار اما ما كيما قلت لك ماكش ليك ميسي ليك رونالدو ليك رونالدينو ماكش حتى شيء هذوما الكل ومازلت ما وصلتش راه 24 ans 25 ans مازلت برشا راه لازمك تتعلم. هاو نشوفوا فيهم نحن جوارات نتاعنا هاو قاعدين يخرجوا صغار ناخذوا مثال مثلا بسام سرارفي خرج 19 هكا ولا لا 19 خرج اي شنو عملت لحد الان يا اخي انت كي باش تعمل فانت في الاوروب ولا باش تعمل ما سامحوني في الكلمه ولا باش تعظم جوار ولا كذا هي ذيك معناها انا اللي يغيظك انه هذه مثلا يهبطوها في الانستغرام تاعهم ويهبطوا لي ها راه ماهوش اكسبلوا هذا راه ها اكسبلوا انك كي تجيب تيتر من برا اكسبلوا انك راه كي تتعدى من ايتاب لتاب. ها نشوفوا محمد صلاح محمد صلاح راه ماهوش لو جرون جوار اما ان جرون بوسور معناها تكنيكمون في ساقيه ماهوش لو جرون جوار محمد صلاح راه محمد صلاح كي 100 بونتو في ليفربول معناها سي با دوني ا طول موند راه قريب ياخذ الرقم ديال الكبار انا راه الاكسبلوا وقت اللي تعدي 3 و4 سنين سي لو ميم ريت فوالا 3 و4 سنين وانت في التوب حتى بونتو اسيست لي هذاك لو بلوز امبورتون. والله خويا كمال جبت على محمد صلاح جاء 2013 للاف سي بال وجاء غاديك كل مباراه يفلت بريسك 7 بونتو كان جاء في كيب اخرى راهو طردوه صبروا عليه هزوا الشامبيونان تاع سويسرا ومن بعد جات مباراه باش يلعب ضد فريق صهيوني قال لهم انا ما نمشيش قال لهم ما تمشيش انت راك الكونتران تاعك يوفى وترجع لمصر مشى مع الوزاره نتاعو قالوا له شكون اللي قال لك ما تمشيش امشي وسجل مشى وسجل هدفين وربحت اف سي بال 2-0 راهو اليوم العقليه راهو اليوم المحيطين بالملاعبيه هما الكارثه الكبيره علاش خاطر يعطي فيه في المصروف يخلص عليه في الكراء وهو يقول له صاحبي يكذب عليك ماهوش صاحبي. حاجه اخرى الجوارات اللي تمشي تلعب لبرا هما توا يمشي يخيب روحه هو ستار كيما في تونس باش بور سو فير اون بلاس سور بلاس غاديك على عين المكان يلزمك باللي كاليتي نتاعك الوليد بالصغير هذايا سي فريمون دوماج انا يفكرني في ايام السفاقس اللي اول مره باش نحكيها وصل تيغانا لقيته في فندق قلت له ايجا ولدي ايجا باش نحكي لك حكايه قدمني ليه تيغانا قال له منجي ودرا شنو اش عندنا قلت له ايجا نقول لك حاجه قلت له انت ملاعب ماكش نورمال لكن قاعد تضيع في كاريرك خاطر النهار كله انت تحكي مع الاربيتر والاربيتر جي لامبريسيون اللي انت قاعد تغطي في النقائص نتاعك ركز كرويا تشوف سو كو تو فا دوفونير وشفنا اليوم سو كو لي دوفونو في ليتوال وشوف تبارك الله اليوم سمع الكلام
اليوم كي نشوف لاجون تاعو جو كرو سي انيس بن ميم متر انيس بن ميم زيد جو بونس سي دون لا ميم ديريكسيون او نيفو راك كوارجي توني ريان بارابور على طبيب ولا حتى شيء راهو التيران انت مزهار وربي عطيك ماهر بالصغير اللي طون تران دو باسي ا كوتي دون كارير اكسيبسيونيل وراهو خد ان شاء الله الا كمشي كملها كي فا باسي لا ان شاء الله لان اليوم يلزم الناس تعرف كاكا ورجيت بارك الله خويا كمال كان ملاعبي ما شاء الله عليه اذا كان مخك ماهوش سنكرونيزي مع ساقيك ما عندك وين تمشي لو جور مارادونا الله يرحمه بدا يخرج على نطاق الرياضه مارادونا كمل كاريرو تري فيت ولا كان ينجم مارادونا افيك لا دوموند اللي لو ترافاي ديفونسيف معناها مش مطلوب منه ينجم يلعب جوسكا لاج دو 40 عام اليوم الكره راهي ماهيش سولمون ساقين هي ماهوش فيليتيت راهو معناها سي مونجي ماهوش مش جور معناها لازم تخدم على روحك في تونس راهو الفورماسيون ماهيش كيف كيف راهو كيما مش كيما في الاوروب معناها تحكي على مارادونا ولا تحكي على ميسي مثلا رونالدو خلى نقائص اللي عنده بالخدمه ما رونالدو ماهوش فلته من الفيليتيت لكن رونالدو جاب روحه بالخدمه معناها انسان كي يعمل لك ما نعرفش انا قداش من ساعه في النهار تشوف الماكينات اللي عنده هذه كلها خدمه راه هو القاروح اللي هو ناقص في حاجات عنده حاجات لكن عنده ناقص يلزمهم يلزم يوصل لهم هكايا جوار في تونس ما عندناش فلتات تجيك في العشرين سنه فلته يوسف المساكني فلته في العشرين سنه فلته صحيح زاد يوسف المساكني ما وصلش للي نحن نحبه هو وصل في مخه للي هو يحب عليه كل واحد كيفاش يخمم لكن يوسف كان ينجم يوصل اكثر من صلاح كلمه مهمه برشا بوتيتر ما بركزناش برشا معهم قال كلمه مهمه برشا اللي هو جوار انا توا كيما يحكي نحكيوا على ماهر بالصغير نجم اللوم الملاعبي من اللوم اكثر لونتوراج نتاعو لونتوراج خويا تعرف خويا اسلام والله مهم برشا انا صارت لي وانا ديما نحكي مع جوارات باش نقول لهم شنو هو لازمك تعمل انا سجلت هدفين في مباراه في ديربي في سويسرا مسخايب روحي لروا دي موند كملت العشرة متاع الليل الماتش الدوش وكل ماذي ساعة ماذي ساعة تعليل منجب إبراهيم إذاعة وبريسكريت وتلفزة بس خايب روحي لروا دي موند من غدوة نلقى اسمي كي وعندي الارتيكل وهنا لابير التونيزيان منجب إبراهيم حتى الكرابة في كل مادة أقسم بالله العظيم يهما غديك لا دينونسياسيون سو لا كونستيتيوسيون سويس ناسك اللي كي يطلبوا البوليسيين يقولوا مسيو اون فواتور سور لو تروتوار تلقى يجيو البوليسيين يحكيوا لي على الكره بوندون 30 مي سي فوت فواتور قول لهم 30 دقيقة على الكورة هذوما الناس يحطوك في الطريق الصحيح ومن بعد يقول لك الخطية تخلصها تو انا بعثها لك للدار مشيت للونترينمون وعندي لي زارتيكل لونترينور يقول لهم منجب ابراهيم سي نوتر جراند فولي هكا بالحرف الواحد وديما نقول لهم انا منجب ابراهيم في تونس هكا ما جاي لا شانس سي تو مي جي سو لقيت الرجل المناسب في المكان المناسب التيوري نتاع الماتش كيما عندنا في تونس على منجب ابراهيم بيسكو جيتي لو روا دو موند في مخي اقسم بالعظيم اسمي لا جبدو هبطنا لونترينمون مانيش كي العاده خاطر ربي ما يحكيش عليا ومنا ومنا شنو هي الحكايه هذه سي لادابتاسيون في الاخر فيق قال لي اذا كان ماكش فرحان تشد الكابين تمشي الكابين طردني اكسكوزي مو كوتش اكسكوزي مو كوتش فوز ابي ريزون وترينيت روحت للدار نسب في روحي وش قولك انا كان جاوب جواب نيجاتيف شنية كارييري خاطر رد بالك راو التربيه والاخلاق والتواضع هذاك اللي يوصلك كي تنسى انت اصلك سكو توي ان جوار فيني واليوم راو الجمهور هذاك اللي يجي يتفرج فيك ممكن ما عندوش حتى باش يشري كسكروت سامحني ممكن ما عندوش حق باش يشري كسكروت ثم اللي يمشي والمباريات في مصر وكل شيء يبيع البورتابل نتاعو لازمك انت تدخل له الفرحه والبهجه للدار والكلام هذايا ما شاء الله ان شاء الله يفيد الملاعبيه هذوما انا مانيش في مصلحتي انا ولا مصلحه اي شخص في مصلحته هو وابري في مصلحه الفريق بخلاف ماهب الصغير غادر الترجي كيف كيف حمدي النجاز وكيف كيف رؤوف بن غيث لاعبيه اساسيين الموسم الماضي في الفريق كمان عندهم تاثير نجم يكون والا تم تعويضهم خاصه قلت لي ماكش راضي برشا على الانتدابات اللي صارت عندهم تأثير أنا ما نصورش عندهم تأثير على خاطر حمدي النجاز ما قدمش الأداء اللي كنا نستناو فيه منه يعني في الترجي دونك بالغيث بوتيتر عندهم الإمكانيات اللي كان ينجم يعاون الفريق لكن هو اختار طريق آخر باش حاب يخرج من الترجي بأي طريقة بون تو الاسبيرونس قاعدة أنا نصور اللي تحاول تلوج على الشكل اللي زي ما تكون به قدام الجماهير على خاطر كما قلت قبيليك بوتيتر أنا راه شوف كلامي باش يقل باش يعجب برشا ناس وباش يقلق برشا ناس خاطر انا بالنسبه لي انا اللي راه نقوله
ما عنديش الحسابات وما عندي حتى شيء، ما ندخلش في الحسابات. هذه جمعية تربيت فيها كبرت فيها، دونك من حقي باش نقولوا حتى حد ما ينجم يمنعني. انا نشوف اللي سنة الاسبيرانس باش تكون موسم صعيب، موسم صعيب. علاش؟ كما قلت لك قبيليك على الانتدابات، كما قلت لك قبيليك باش تكون فما ضغط كبير على الجهاز الفني نتاع الترجي، وفما ضغط كبير على الاداره نتاع الاسبيرانس، فما ضغط كبير برشا على راضي جعايدي المدرب نتاع الترجي. مطالب بالانتصارات، مطالب بالاداء، مطالب بالنتيجه، مطالب بالالقاب. في ظل الوضعيه اللي موجوده فيها تو الاسبيرانس، في ظل المجموعه اللي موجوده فيها الموجوده الرصيد البشري الموجود في الترجي، بوتيتر في الشامبيونا كما قلت تاع تونس نجموا نخلطوا، نجموا نوصلوا الاولانيين الثانيين، نجموا نهزوا البطوله الكاس هذاك تجم الترجي قادر. لكن ديما نغزروا البعيد، نغزروا الفرق الافريقيه، حكينا على الاهلي، فما الزمالك، فما الفرق المغربيه، فما يعني الفرق الجزائريه قاعده تتطور. نحن سنة اخترنا طريق اخر، بوتيتر سي ان شوا اللي الفريق اختاره، بوتيتر استراتيجيه جديده نتاع الفريق. دونك كما قلت معادله صعيبه برشا ما بين الصبر على النتيجه والصبر على الاداء والصبر على الالقاب، ما بين ارضاء الجماهير. شوفوا لازمنا نشوفوا طريقه اخرى كيفاش لازم نعمل. حكيت على ستاف تكنيك كمال، رفيق جعايدي قلت عنده مده من اللي خرج برشا حاجات تبدلت، لكن مع ستاف يعرفوا نتصور مليح البطوله التونسيه، كيما انيس البوسعايدي اللي جاي معاه، ولا امين اللطيفي اللي تعرفوا مليح انت تلعب معاك. انا حسب ما نعرف انا راضي ذي ظهر لي بسا بروميير اكسبيريونس ان تونك بروميير انترونور. درب في امريكا كان مدرب اول وكان مدرب في الليجيون في ساوثهامبتون معناها. احكي فريق كبر. ايه. كبر هذه اول اكسبيريونس. لا ثانيه فين. ثانيه. درب في امريكا. وانيس بوسعايدي درب في الملعب. درب في ليبيا. درب في ليبيا. امين تيفي بسا بروميير اكسبيريونس في تونس. حمدي خدم في المنتخب. ستاف بتيتر انا نشوفهم يمكن خاطر يعرفوا بعضهم برشا، قراب لبعضهم برشا من اللي كانوا من لعبيه. بالطبيعة نتمنى لهم باش ينجحوا، نتمنى لهم باش يفيدوا المجموعه ويفيدوا الفريق، لكن هذا سي با لو بلوز امبورطون. كيما قلت لك انا لو بلوز امبورطون وقت اللي تكون تخدم في الاسبيرونس، وقت اللي تكون برومي انترينور في الاسبيرونس، وقت اللي تبدا موجود في الاسبيرونس هما لي ريزولتا. حتى شيء اخر ما يجم يبدلك، حتى شيء مهما تكون ملاعبي قديم، ملاعبي جديد، ملاعبي عندك خبره، ملاعبي عندك اكسبيريونس في البطوله، ولا ها ولا رانيت ولا ما رانيتش. لو بلوز امبورطون هو نحسك مش راضي برشا على مش راضي على شنو؟ لا لا ستاف لا لا تحس تنقصهم الخبره اللازمه معناتها باش يقودوا فريق بحجم الترجي. علاه وقت اللي واحد يتكلم يعني وقت اللي واحد يقول حاجه يقول الحقيقه يقول الحقيقه. مش كيما برشا ناس اللي يبداو يزينوا ويصوروا و تو الموند اي بو تو الموند اي جونتي والسماء الزرقاء والعصافير تزغزغ. شنو تقول لك تحبني نقول لك شنو تحبني نقول لك؟ بحب نقول لك شيء يعني. انا قلت لك بالنسبه لي انا بالنسبه لي تحب تقول بالنسبه لي ما بداش حتى شكون قريب اللي يدرب في الترجي ولا ما بداش انا ندرب في الترجي ما نعملش ريزلتا نمشي نروح على روحي. ما عندي حتى شيء اخر، دونك الريزلتا هي 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 اهم شيء. ان شاء الله ربي يوفقهم. ان شاء الله. باهي كيف كيف ناعمه حتى في الاتحاد المنستيري، ستاف جديد مع مراد العقبي، كيف كيف نفس السبب تقريبا عفون الغربي كمل موسم ما عملش معناتها اخفاقات كبيره ولو ان تراجعت النتائج بارابول اسعد جرده، لكن كيفاش تشوف الاتحاد المنستيري مع مدرب جديد؟ بون بالنسبه لسي مراد العقبي يعني مدرب كوميم عنده اكسبيريونس، درب عديد الفرق في تونس، تعدى ديز اكسبيريونس باهين وخايبين خاصة مع شبيبة القروان، يعني انسان متمرس في البطولة التونسية، يعرف كي باش يمشي لبنقردين ولا باش يمشي للطاطاوين شنو باش يلقى، كي باش يمشي للمتلوي، كي باش يمشي للتنقلات في تونس، مش كيما مدرب يبدا غريب شوية على البطولة كمدرب مش كلاعب، خاطر كلاعب يعرف اما هذا قبل. بالنسبة لي أنا مراد العقبي عنده الافكتيف باهي، أنا نرى فيه معناها حاجة مزيانة برشا، معناها الاتحاد المنسيري تنجم تمشي بشوية يعني بالليتاب نجمو نلقاو في الاتحاد المنسيري تلعب على المراتب الاولى، ايكيب باهية اوموجين فيها قاعدة الملاعبية فيها الديفونس سورتو ديفونس مازال موجود خرج منه كان زياد المشموم فهمي بن رمضان موجود الكابيتان ديكيب عندهم جارديان باهي برشا البشير
بن سعيد اللي وصل معناها في المنتخب، فما سكوليت باهيه نتاع ملاعبيه مع زادوها ملاعبيه اخرين نجموا نكتشفوهم في البطوله، وبشوي بشوي بتي تبتي نجم تلقى الاتحاد المنستيري باش تقلق برشا برشا ايكيبات السنه. الاتحاد المنستيري مش كيما عامله واللي باش تلقاها تلعب على تفادي النزول. سيد منجي، فما اسبقيه تاريخيه للترجي بالارقام، معناها ترجي فاز بالالقاب السوبر عنده 5 ألقاب، الاتحاد المنستيري ما عندوش حتى لقب، وحتى في تاريخ المواجهات 59 فوز للترجي، 11 للمستير، 30 تعادل بين زوج فرق، يأثر هذا والا 90 دقيقة هي الكل؟ هو هذاك سي لو باسي توا، اليوم راهو كي تشوف انت شكون اللي كان يترقب اللي الاتحاد المنستيري باش يفوز في النهائي الكأس على الترجي الرياضي التونسي، كانوا الاستعداد كان احسن من ملاعبية الترجي. وبربي نشكر كمال، لان انا من الناس اللي نعزم برشك اللي يتكلموا بتلقائيه، لان بعد ساعات راهو ما يحسبش خويا خاطر يقول الحقيقه. انا من الغدوه اذا كان شغلت في ملاعب ولا في اسيستون، هو الاولاني يعمل له تليفون ويهز له باكو نوار ويقول له سامحني راني غلطت في الاداء، معناها في اونيفو الكلام اللي قلته. لكن اليوم راهو وانت تعرف خويا اسلام في الاوف دون تو لي دومين، بعد ساعات ثم كلام وفي الديريكت ثم كلام، دونك هذه مش من مصلحه الكره. اليوم يفو ريغلي لي يفو دير لي شوز اون فاس وقول حقائق. انا كي نقول حاجه، لان احنا ما عندناش ان انتري، واحد يعيش راجل ويموت راجل. اعطيني رايك في الموضوع سي منجي، في الموضوع ستاف تكنيك بتاع الترجي، ستاف تكنيك بتاع الموضوع، هل في قيمه الترجي معناتها؟ شو انا نقول لك الحقيقه، استغربت بالتخلي على ناصر شوشان، لان اخلاقيا وكمدرب فريمون سي ناتر اكسبسيونيل، ورانا في الخليج ورانا بارتو. ما نجمش يقول لك مثلا نعملوا برشا شغلات اللي غارديان تاع الاسبيرونس الموسم الماضي. سامحني انت كي تجيب لي عندك معز بن شريفيه من احسن الغارديانات، تجيب له فاروق بن مصطفى كاحتياطي وزوز في ليكيب ناسيونال، تي فا كري ان بروبليم في الفيستير. اليوم شكون اللي كان وراء فاروق بن مصطفى باش يجي في ترجي؟ نفس اللي صاير في البي اس جي، اليوم تشوف شنو اللي باش يصير في البي اس جي. اليوم الاشكال الكبير سيك اليوم جاء انيس بوسعيد، هذاك تبارك الله وما شاء الله على العمل اللي عمله في الملعب التونسي، وانا بعد اقالته من الملعب التونسي طلبته بالهاتف وقلت له راي الملعب التونسي باش تندم عليك، والملعب التونسي نزل للدرجه الثانيه. الملعب التونسي كما نقولوا احنا كاتبين مره حاجه الجماهير توس انسامبل، قلت لهم ما يزيش توس انسامبل، توس اوني، توس انسامبل توس اوني، اليد في اليد لمصلحه واحده هي الملعب التونسي. اليوم اسمه ايمن التيفي، اذا كان ايمن التيفي عنده الكفاءات منذ سنوات، قداش ليه من اللي اعتزل كرة القدم ايمن التيفي؟ على الاقل 10 سنين. صحيح ولا لا؟ علاش تخليت عليه اذا كان عنده الكفاءات؟ واذا كان ما عندوش الكفاءات باش يكون في ستاف تكنيك، علاش ترجع فيه توا؟ دونك سي ان بروبليم دو كوميونيكاسيون اللي ماهوش صاير. اذا كان اليوم باش نجيبوا ناس باش نسكتوا الجماهير نتاع الترجي التونسي، راهي الجماهير نتاع الترجي التونسي والجماهير نتاع الفرق الكل راهي تفهم كرة بالكدا ويعرفوا شنو اللي باش يصير ويعرفوا شنو اللي قاعد صاير. اي لكن الستاف جابوا راضي جايد، مش الاداره اختارت، باش يتحمل مسؤوليه يعني طبعا الاشخاص اللي معاه. إذا كان أختي نعيمة، إذا كان راجي جعايدي اليوم جاء سي حمدي المد بعطاه ثقة في راجي جعايدي واليوم عطاه معناها لو بلان بوفوار يتحمل مسؤوليته. لكن اليوم كي تبدا عندك اليوم حارس مرمى معناها اللي كان اسمه زرقاء اللي كان يراني في حمدي الكسراوي، كان هو معناها لو شيف، اليوم يلقى حمدي الكسراوي قدام زرقاء. دونك اليوم الامبيونس نتاع اللي باش تصير في وسط الفريق كترجي رياضي تونسي، ثم برشا حاجات اللي ما اعطيناش قيمه، هي عقليه اللاعب التونسي. يعني علاش ناخذوا فيها بحساسيه يا اخي؟ نحن هي راي جينيراسيون، معناها كل واحد يلزم ياخذ وقته، معناها زرقاء خذا وقته، حمدي الكسراوي ياخذ وقته، وهي بهكيكا معناها فما انرجي. لا مش حكايه حساسيه ولا مش واحد، راهو اصحابي كلهم اخواتي، راه ما عندي حتى مشكله مع حتى حد، حتى انا كيف كيف، وما نحبش ندخل في مشكله مع حد، واللي فهم حاجه غلطه راهو غلطه، ما عمري ما نقول الكلام هذا. انا نحكيو على الاسبيرونس، نحكيو على جمعيه كبيره، نحكيو على ستاف تكنيك نتاع الاسبيرونس، شنو مطلوب؟ كي تبدا في جمعيه كبيره، سيمونجي في جمعيه كبيره، شنو المطلوب في ستاف تكنيك؟ كفاءة ولا لا؟ كفاءة وكوميونيكاسيون. والكوميونيكاسيون، هذوما زوز موجودين، وسلام.
واضح حلوه الخرجه. باهي نعطيكم التشكيله المحتمله للترجي. نحب تعليق من كمال محتمل. نذكر بعد شوي طبعا شوي رادس ناخذ التشكيله الاساسيه والرسميه: بن مصطفى، بن حميده، بدران، يعقوبي، مسكيني، الشتي، شمام، الشعلالي، برمضان، المرزوقي او ايولا، وحمدو الهوني. باهي ملاحظه وحيده، فما باش يكون هذا مؤكد ثلاثه ملاعبيه في الاكس نتاع ترجي، تبديل في السيستم. نحب ناخذ فيه رايك كمال، ولو انه فما غيابات توغاي الفادع مشموم، هذم الاصابه كان معمل عليهم حسب اخر معلومات رجج عادي، لكن اصابتهم ما خليتهم مش موجودين في التشكيله. شنو رايك في التشكيله المحتمله هذه كمال؟ التشكيله ما نجمش نحكم على الملاعبيه توا، خاطر يجي نقول لك بعد الخروج من التحضيرات انت والسيتواسيون نتاع الملاعبي، وانت كيفاش بتكون يعني كيفاش كانت التحضيرات. تقول لي ثلاثه في اللاكس بوتيتر رضي جعايدي، هو خدم برشا بالسيستم هذايا خاصه في المباريات الوديه اللي يلعبهم الكل، حاب يجرب. لكن يعني باش واحد ينجح في طريقه اللعب هذايا لازم برشا وقت. راهو احنا اللاعب التونسي راه مش مستنسين باش نلعبوا بثلاثه في اللاكس، راه ما نجموش مش نبرتور. هي في البطوله هي ايطاليا وتخليت عليها، يعني برشلونه مع برغال تخليت عليها، حتى تو بيزون بوكو دو كاليتي في جوار تروا لا رابيديتي لو ترافاي ديفنسيف ولا فيت ولا معناها الماركاج انديفيدوال. دونك بوتيتر هو حب توا يشوف شنو الثمار نتاعها لطريقه اللعب هذه في المباراه نتاع اليوم. لكن كما قلت راهو يلزم برشا 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 وقت يعني باش تنجم تنجح، على خاطر العقليه نتاع اللاعب التونسي ديما موجود زوز في اللاكس هذاك، هو تنجم صعيب برشا. باهي ناخذ رايك في تشكيله الاتحاد المنستيري. نعيمه بن سعيد، هشام بكر، نور الدين الشتراني، وترى عثمان عامر العمراني، حكيم تقاح، حسام تقاح، حمزه جلاسي، يوسف امرو، كذلك المحيرسي ويوسف العبدلي. التشكيله تقريبا مش غايب عليها برشا لاعبين مع الجدد، فما معناها اوموجين. محيرسي موجود، العبدلي موجود، العبدلي شفناه رجع بالباهي يعني في اخر السيزون كيف المحيرسي قدم نهايه موسم ممتازه، قاعد يرجع معناها الملاعبي هذا بالحق ملاعبي كونفيرمي. ان شاء الله ومازال صغير، علاش لا يعاود يرجع المحيرسي اللي خرج من الاسبيرونس باش يحترف بون. للاسف ما نجحش، لكن ان شاء الله يرجع المحيرسي اللي عرفني خرج من الاسبيرونس. ايكيب باهي يعني تشكيله باهيه، ان شاء الله نشوفوها. انا حاسه بون هو بدايه موسم، ما تنجمش معناها تكون مباراه قويه، لكن مش تكون مباراه مزيانه على الاقل. يعطيك الصحه نعيمه، شكرا لك، شرفتنا بحضورك معنا. كيف سيمونجي، شكرا لك على حضورك معنا في بلاتو خاص بالمقابله. كمال سعيم ايضا شكرا لك على وجودك معنا. بعد شويه باش نمشيو لرادس ناخذ وليد بن حومه، ناخذ معاه الاجواء في المقابله، لكن قبل هذا سهيله سمعي في الاخبار وراجعين.